السلام عليكم، معكم الدكتور الزروقي طبيب العيون بمستشفى بن باجة بمدينة تازة. فقط بغيت نهضر لكم على واحد الحالة اللي الآن رايجة بزاف في الفيسبوك، وكاين شي وحدين أصحاب النوايا السيئة اللي تيحاولوا يستغلوها من أجل مصالح شخصية ديالهم. أولا هذا السيد هذا سميتو محمد معلوف، اللي جا يوم الأربعاء جا المستعجلات من بعد ما تفرقع له البورطابل في حدا وجهه بسبب انه كان مخدمه في الشارج وهو خدام به. فمن بعد ما جا المستعجلات الاطباء المستعجلات عيطوا للطبيب الاختصاصي اللي هو عبد ربه، وجيت باش نشوفه شفت الحاله ديالو. هذه الحاله ديالو هو انه باش تفرقع هذا الباتري البورطابل في العوينات ديالو ادات لواحد الجرح على مستوى العين اليمنى. هذاك الجرح سطحي لا يحتاج الى عمليه، وفقط انه خصو الادويه وخصو واحد الادويه ديال لي زونتيبيوتيك باش ما تعفنش العوينه، وادويه اخرى ديال لي سيكاتريس باش تصفروا هذيك العوينه. العين اليسرى، العين اليسرى ما تاثرش بزاف، هي فقط فيها شويه ديال الضباب. وكنت من بعد هذيك الساعه كتبت له الدواء ديالو، العلاج ديالو، انه خصو يدير الدواء ديالو كما ينبغي ومكتوب في الورقه. والحاجه الثانيه هو انه العين اليمنى خصو يسدها، اما العين اليسرى ما خصوش يسدها، بالعكس خصو يشوفها، بالعكس يقدر يقرا حتى بها. العين اليمنى خصو يسدها باش تبرى هذيك الجرحه، وهذه الجرحه ما تحتاجش العمليه لانها ماشي جرحه عميقه ما تقواش العين، العين جروحه سطحيه. فباش العين تكون جروحه سطحيه ما تحتاجوش نديرو الغراز، العين تتبرى بوحديتها ديك الساعه في الجروح. السيكاتريس كنت هضرتو على ان السيكاتريس تقدر تبقى من بعد السيكاتريس، لان الجرحه جاي اي جرحه تبقى تخلي سيكاتريس، هذا احتمال تقدر تبقى له السيكاتريس من بعد شويه في المركز ديال العين، لان الجرحه جات مركزيه في السونتر ديال العين. اما شي عمليه من بعد سيمانه ما كايناش تماما. اما القضيه ديال التناقضات اللي كاينه في الهضره ديالهم، واحد تقول لك سبيطار الحومه، واحد تيقول لك هو تيقول لك راه مشيت للبلديه، هي تقول لك راه طبقات الشبكه، وهو تيقول لك راه القرنيه مجروحه. تطلع له تناقضات فقط من اجل النوايا والله اعلم سيئه، فقط باش الانسان ما يبقاش مستغل دائما. ركزوا مزيان، ركزوا على ان اي معلومه تكون عنده وثاقه. فلا كنت قلت له شي عمليه كان خصني نكتب له ورقه، هذيك العمليه هي اما غادي نديرها له انا هنا، ما قديناش نديروها في المستشفى ديالنا الاقليمي، تنصيفطوهم للفاس. ما قديناش الفاس، نقول لهم راه ما كاينه لا فاس لا ما كاينش، هذيك الساعه شوفوا تقدروا ديروها على برا، لكن هادشي تنقولوا كتكتبوا في ورقه. هاد السيده ما جبدت لا ورقه لا والو، تتستغل العواطف ديال الناس، تستغل الاحاسيس ديالهم، وحتى الناس ديال الصفحات اللي تيهضروا حتى هما غاديين بالجهل المركب، وحتى واحد ما خدا الوقت انه تيقن من مصدر المعلومه، يتصل بالطبيب. الا كنت يا سيدي انت حسن النيه، راه الطبيب تيكون في المستعجلات، غاديين بالجهل المركب، وحتى واحد ما خدا الوقت انه تيقن من مصدر المعلومه، يتصل بالطبيب. الا كنت يا سيدي انت حسن النيه، راه الطبيب تيكون في المستعجلات، يكون في السبيطار، اتصل به او لا اجي نسول عليه وخذ معلومات من المصادر ديالها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.